اوكي السلام عليكم. احنا مع بيشنت قاعده بتشكو من مشكله في الاسنان، حاسه انه الاسنان بروكلاين. احنا في فيديو سابق حكينا شو معنى بروكلاين. بروكلاين يا بيكون انسايز الادج رايح لقدام، مثل هون نفترض انه هذا موديل للاسنان، يا بيكون انسايز الادج رايح لقدام يا الروت داخل لجوا، بعطي هذا الشعور بالبروكلينيشن. نيجي نقارن هون شكوتها. طبعا هي شكوتها دقيقه بتقول اللي شمال عندها احسن من اليمين، فلو جينا نتفرج من الاسفل نشوف ايش المشكله حقيقه، بنلاقي الاوفرجت مش متساوي. الاوفرجت هون اذا بتلاحظوا هون ما بدخل الانسترومنت، المينيمال اوفرجت 1 تو 2 ملم، بس لاحظوا هون الاوفرجت this is increased. طيب فبالتالي هدول الاسنان شو بدي اعمل عشان اغير البروكلينيشن تاعهم؟ باجي بمسك الروت تاع الانسايز الايج تاعت السن بدخلها شوي لجوا، وممكن الروت اطلع شوي لبرا، لانه برضه تفرجي الروت هون بارز بينما هذا الروت ديبرست بايلاترالي مش متساوي. لاحظ الروت هون ولاحظ الروت هون، هي مرتاحة على هذا البوزيشن مش على هذا، فا اي كود انكريز ا ليتل بت. اوكي فاذا التعديل حيصير في عندي ميزيا لهذا السن ريتروكلينيشن للانسايز الايج، ريتروكلينيشن للانسايز الايج وبروكلينيشن للروت، وهنا ريتروكلينيشن للانسايز الايج ميزيالي وسلايت بروكلينيشن للروت. شي دازنت وانت ذا يوثفل لوك، مع انه هذا ذس لوكس مور يوثفل. اوكي بس ذس از ا دنشر بيشنت، وي كان جو ران وذ هير ديزاير. ليش؟ لانه هي elderly، شي لوكس لايكس ذس more than this. Okay? But this is the most youthful look. Or it looks like she's more younger. But she wants to prioritize أو تعطي أولوية للأوفرجت وبدها تطلعها بس. We're going to follow her. طيب؟ شكرا.